comme ça, Firao. Flocon d'avoine. Flocon d'avoine, putain. Eh ben, ressenti à la vidéo cam. La famille, bien ou bien, on se retrouve nouvelle vidéo. Comme même toi de la vidéo, Adi, Ramadan Moubarak. Karim. سعيد كريم يوسف كي شفتو في التيتر ديال الفيديو غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي انا ديجا خارج رمضان كنفطر بها كل صباح احسن بيتزا هيلتي في العالم اللي غادي نصوب لكم وديك الساعه نتوما تقدروا تادابطيوها على حسب لي كالوري ديالكم على حسب لي زوبجيكتيف ديالكم ما عمرني ما صيفتها كنصيفها وراتني كيفاش نصيفها ما بقيتش محتاج ليها وليت كنصيفها راسي الناس اللي مازال ما تابوناوش راكم عارفين شنو خاصكم ديروا غادي نخلي لكم هنايا واحد الجرس خاصكم تفركوا عليه باش الجرس ينكلوش باش فوق ما تحط فيديو توصل لكم نوتيفيكاسيون سورتو كنت موتيفيت هاد الايامات وغادي نخلي عاوتاني واحد الايموتيكون هنا ديرو باش نعرف شكون كيتفرج في الاول الفيديو ودابا يلاه نمشيو نصوبو هاد الوصفه هادي لا باز ديال اي بيتزا سي كوا سي لا بات ديالها مي حنا غادي نديرو اون بات هيلتي دونك داكشي علاش غادي نوريكم هاد المقادير هادو باش غادي نصوبو احسن بات هيلتي باش ديك الساعه تقدر تصوب لا بيتزا ديالك وتاكلها فوق ما بغيتي سون اوكان رومور اول حاجه غادي نبداو بها غادي نبداو بفلوكون دافوان اللي هو الشوفان غادي نعبر انا بيرسونيلمون كناخد 50 غرام ديال فلوكون دافوان نتوما خذو على حسب لوبجيكتيف ديالكم اون سيشمون بريز دو ماس حسبوا لي كالوري ديالكم ودخلوا الشوفان اللي بغيتو انا غادي ندير غير 50 غرام حتى سو اون سيشمون بريز دو ماس شكون هو صاحبك هو الميزان الا ما كانش عندك الميزان في الدار ما عندك والو نزيدو واحد شوية غادي نزيد كاس ديال الماء خصو يكون بهذا النيفو هذا ديال الماء مع هادشي غادي نزيد واحد شويه ديال الخميره فوالا غادي نخلط هكا بحال رابيدمون غادي نخلط غير بشويه وغادي نخشيو هادشي كامل في الميكرووند اون فوا داك الفلوكون دافون يشرب داك الماء مزيان غادي تعطيكم واحد لا تيكستور اللي هي شويه ثقيله وعاد ديك الساعه نقدروا نعطيكم شي حاجه تشوفوا بان الفلوكون دافون شرب الماء دونك هادي غادي تجي خفيفه غادي تجي ايريان فاش غادي تطلبها غادي تحس بديك لاباط خفيفه بزاف غادي نزيدوا لا سوف دو بروتين ديالنا وديال الفات ديالنا ديال الدهون الصحيه ديالنا غادي نزيدوا اربع البيضات عرفتي انت نتوما اللي بغاو دو شوازير شحال بيضه بغيتو ديروا انا كندير اربع البيضات ديالي حسب لي ماكرو ديالي خصني اربع البيضات نتوما كتزيدوا لي زيبيس اللي بغيتو دونك اير دو بروفونس ملحه وشويه ديال الثومه صافي وديك الساعه كتخلطوا هادشي كامل كتخلطوها مزيان كتاخذوا شويه ديال زيت العود ولا كتاخذوا بحال هذا اللي بغيتو كديروه في المقله ديالكم كتشعلوا المقله اون فوا داك زيت العود كيسخن واحد شويه عند ديك الساعه غتقدروا تلوحوا لا بريباراسيون ديالكم نتوما تقدروا تزيدوا الا بغيتوا تزيدوا لي ليغوم تقدروا تزيدوا لي ليغوم اللي بغيتوا في البيتزا ديالكم في لاباط ديالكم ولا تزيدوها من الفوق كيف ما بغيتوا انا كنفضل نزيدها على الانتيغيور ديال لاباط دونك كناخذ شويه ديال الطوماط سوريز كنقطعها وكنلوحها نيشان في بريباراسيون قبل ما نلوحها في العافيه كناخذ عشان شويه ديال لي زيبينار دونك مزيانين سورس ديال فيتامين ك ومغنيسيوم بوتاسيوم دونك كناخذ انا شويه ديال لي زيبينار بحال هكا كنقطعهم بيديه كنلوحهم حتى هما في لابريباراسيون دونك تقدروا سوا تلوحوهم في لا بريباراسيون سوا حتى تسالي لاباط ديالك حتى تسالي لا بيتزا ديالك وتقدر تزيدها من الفوق ولا تقدر ديهم بجوج الوغ لو بلوز امبورطون بالنسبه لهاد لا بيتزا هادي خصكم تحضروا مع العافيه العافيه خصها ما تكونش مجهده بزاف باش الطياب يدخل ليها حتى من الوسط وغادي تسدي عليها باش الطياب يدخل مزيان من الوسط وما تحرقش لك من تحت دونك داكشي علاش العافيه ما خصكمش تجهدوا بزاف العافيه غادي تكون قليله غادي تسدوا عليها وغادي تصبروا على ماكلتكم الواحد اللي كيتريني الا ما عندوش لا بانسيونس الا ما كيصبرش على الماكله ولا على فورما ما عنده ما يدير بهذا الصبر هذا Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. Voilà, donc la base de la pizza est la chose qui va se faire. Donc, je vais vous dire que je vais une sauce tomate. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que la soi-disant sauce tomate est la pizza. Donc, je vais vous dire que le topping est la pizza. Je vais vous dire que la pizza est la pizza. Je vais vous dire que la pizza est la pizza. Je vais vous dire que la pâte dieli la pizza dieli protéinée bien sûr parce que la pâte a dit que je une pâte plus protéinée que dit chèvre à bride les toppings alors c'est une de la source de protéines si vous faites libre et tout tu peux le temps tu peux le dieu je peux le faire tu peux le libre et tout donc un anaise un des temps dieli c'est 100 grammes de ton c'est l'équivalent de 20 grammes de protéines ou bien le bide tu vois dans la bride donc c'est l'équivalent de 20 grammes de protéines fait la bride à dire que tu es les épinards mais je suis à dire que tu es
رابورتي واحد شويه ديال اللون لا بيتزا ديالك هي تكون مبوكسه واحد شويه. كنمشي لكارفور كناخذ الكيتشوب 50% ناقص من لو سكر بارابور الكيتشوب عادي، دونك كنجي كناخذ لا بيتزا ديالي وكنزيد فوق منها الكيتشوب واحد شويه بحال هكا. اي فوالا، شوف شوفوا لي هاد لا بيتزا هادي. فوالا دونك انا هادشي باش كنت نفطر كل صباح. ايماجين دابا تكون عندك بيتزا بحال هادي كل صباح، كتسنى غير الوقيته فاش غادي تضبط الفيقه وغادي تعرف راسك وقت الفطور باش غتحكم هاد لا بيتزا هادي. تقدر سوا تتسحروا بها ولا تقدروا تفطروا بها ديريكتومون شابعه بروتين. عندكم الكاربز ديالكم اللي خاصكم بالنسبه للجلوسيد، شوفوا نتوما شحال خاصكم ديال الجلوسيد وداكشي اللي خاصكم، غضبوا لي الحساب ديالو وتحسبوا شحال خاصكم ديال الشوفان وديروا فيه داكشي اللي خاصكم. ولا كان مازال خاصكم شويه ديال الدهون الصحيه تقدروا تزيدوا دي مورسو دافوكا ولا شويه ديال بارميزون فرماج من الفوق. يا سلام. مناش حط حدك لاكريت، حط خلينا نسيو لا فيديو. وغادي نحتاج ليكم تابوناو انستغرام، علاش؟ باسكو غادي نلونسي واحد لا سيري واحد الكونسيبت اللي غادي يكون ياض بالسلامه، وغادي نحتاج ليكم دونك تابوناو من دابا ونقول لكم اتخبيدو ان شاء الله بوان نوفلوب.